جمعنا وطلعنا لبسنا الزي الأسود، طلعنا ننظف جاي تشوف إيدي، وحتى أكل جبنا وصواني. أولاً إحنا ما نريد استقالة عادل عبد الله، أوكي خلي يستقيل، هذا شيء المفروض يسوي قبل أشهر مو سوى، هذا شيء المفروض يسوي أول ما طلعنا. إحنا نريد إسقاط الحكومة بأكمله. إحنا يعني شلون راح أعطيك مثال، أنا آسفة على الألفاظ اللي راح أحفظها، إحنا ما نريد حيوان واحد يطلع من حديقة الحيوانات، نريد الحيوانات كلها تطلع من العراق. أنا إذا أضل والله قالت المرجعية إنه طلعت، أوكي إحنا نريدكم كلكم، ما نريد أحزاب، نريد واحد يلزمنا ينطينا وطنية، ينطينا حب، عنده حب للوطن. ما نريد أنا واحد يدور مصالحة، إحنا هدفنا واحد، إيران برا برا وإن شاء الله بلدنا تبقى حرة، وما نريد ولا واحد منهم. أنت قدمت استقالة، شنو جاي مثلا تهديني؟ شنو ما أفتهم؟ أنا مواليد 2003 أعرف وأفتهم كل الزين، وراكم لعبة وأحزاب، يروح عادل يجيب لي واحد أنقص منه عشان ما أقول بوجوهكم. مو مشكلة، أنا هذا مو هدفي، أنا مو عادل هدفي. أنا أريد الحكومة كلها تستقيل، أنا أريد أعيش براحة، أريد أعيش بوطن، واضحة أريد وطن نازل آخذ حقي. يعني هاي الأرامل الأيتام اللي راحت هاي شنو مثلا؟ شنو مثلا؟ والله عادل إعدام، شنو استقال؟ هو قتل، هو دس قناصين، هو دس طقاع سودة علينا، شنو استقال؟ ماكو هيك الأحزاب كلها، ماكو كلها تنعدل، وباقين وننظف وناخذ أكل وكل شي نسوي، وباقين وياكم ويساحة التحرير ويساحة الحبوب، ودماكم ما تروح خالي بلاش، احنا وياكم للموت، وإن شاء الله كلهم يروحوا.